ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوماً بوراً فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفه ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذاباً كبيراً. ربنا عز وجل بيقول ويوم يحشرهم، يعني يوم القيامة ربنا بيحشر، يعني بيجمع علشان يحاسبهم، بيجمع أهل الشرك. المقصود هنا يحشرهم يعني أهل الشرك بالله، بس لم يجمع أهل الشرك بالله فحسب، بل جمع معهم المعبودات التي كانت تعبد من دون الله، يعني أهل الشرك والمعبودات التي كانوا يشركون بها مع الله. اللي كان بيعبد المسيح حشر المسيح وحشر عباد المسيح، اللي كان بيعبد الأصنام حشرة الأصنام وحشرة عباد الأصنام، وهكذا. يبقى ويوم يحشرهم أهل الشرك وما يعبدون من دون الله، والمعبودات التي تعبد من دون الله. طبعا في معبودات باطلة، أقصد بباطلة يعني ليسوا عبادا صالحين، يعني في ناس عبدت الأصنام وعبدت الشمس وعبدت القمر، وفي ناس عبدت الصالحين، عبدت الأنبياء، عبدت الملائكة، في ناس عبدت المسيح، وناس عبدت عزير، وناس عبدت ملائكة الله. فدول بنسميهم المعبودات التي عبدت من دون الله، لكن إيه؟ دون رضاهم، هما ما أمروش بذلك. زي عندنا بعض الناس للأسف عنده غلو في بعض الصالحين، يقول مدد يا حسين ومدد يا رسول الله، فالنبي والحسين وغيرهم من الأنبياء والأولياء لا يرضون بذلك، أن يدعوا من دون الله عز وجل. المهم ربنا عز وجل بقى فيقول، يقول لمين؟ للمعبودات التي عبدت من دون الله دون رضاهم، زي الملائكة وزي المسيح وزي عزير، وممكن برضو زي بعض الأولياء الصالحين للناس اللي للأسف اتخذتهم كالآلهة، تسألهم وتطلب منهم وترجوهم وتدعوهم. فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، الناس اللي أشركت دي، أنتوا اللي قلت لهم اعبدوني من دون الله. يتفكرك الآية دي بأنهي آية؟ حد يعرف؟ وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ برضو نفس الكلام، هل أنتوا يا من عبدتم من دون الله بس أنتم كنتش راضين، هل أنتوا اللي أمرتم بذلك؟ أأنتم أضللتم عبادي؟ هل قلت لهم وصيتم رغبتموهم في ذلك؟ قلت لهم مما يقربكم إلى الله اللي أنتوا تتخذون وسطاء وشفعاء، اللي أنتوا تسألوننا من دون الله وترجون من دون الله، هل عملتم كده؟ أم هم ضلوا السبيل، ولا هم اللي سلكوا طريق الغواية والضلال، لا يلتزمون بأهل علم ولا يلتزمون بقرآن ولا سنة ولا يلتزمون بالأحكام، هم اللي ركبوا هواهم واستحسنوا هذه الفكرة وتمادوا فيها، أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا، يعني من عبد من دون الله من الصالحين، سبحانك، يعني بيمهدوا الكلام بتنزيه الله عن كل نقص وسوء، ما ينفعش إن في حد يتخذ إلها مع الله، سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. الله، الإجابة عجيبة شوية، احنا كنا متوقعين، لا احنا يا رب ما أمرناهمش اللي هم يتخذون أولياء، وربنا بيسألكم هل أنتم اتخذتم أولياء من دوني؟ لا، ده بيسألهم هل أنتم أمرتم بأن تتخذوا أولياء؟ ومع ذلك الإجابة ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. فقال العلماء
فكأن المقصود أننا ونحن الذين عبدنا من دون الله أصلاً لا يجوز لنا أن نتخذ أولياء من دون الله عز وجل، فكيف بمن هم دوننا؟ لحنا ولا غيرنا ولا أي شيء من الخلائق ولا أحد من هذه الخليقة يحق له أن يتخذ شيئا من دون الله عز وجل يرجوه ويدعوه ويعبده. ده ما ينفعش، ما كان ينبغي لنا. إذا كان إحنا يا رب ما نقدرش نتخذ من دونك أولياء، إحنا بقى اللي حنقول للناس اتخذونا أولياء؟ هذا لا ينبغي. ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن إيه اللي حصل؟ دي أمر عجيب أوي. قالوا حاجة عجيبة، قالوا ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر. يا أخواننا، من أسباب البعد عن الله ومن أسباب الشرك والضلال التمتع بشهوات الحياة الدنيا، إن أحياناً ربنا يفتح عليك فتتلهى بهذه النعم عن عبادة الله عز وجل، ولكن متعتهم. قضية مش قضيتهم بيبحثوا عن الحق وضلوا، لا لا لا، هي قضية هوى وميل إلى الدنيا. وبقى ما دام في رخاء وعافية وسيارات وعربيات وقصور وبيوت، فخلاص هم نسوا الله عز وجل ومش عايزين يلتزموا بما جاء على ألسنة الرسل، هم عايزين يلتزموا باللي جاء على هواهم، عايزين ياخدوا الدين كده بمزاجهم. ليه؟ علشان ده ما يكدرش استمتاعهم بالحياة الدنيا. زي كتير من العلمانيين يقول لك لا، ابعد الدين عن الحياة. دين ايه وبتاع ايه؟ دين ده في المسجد، علاقة بينك وبينه علاقة روحية. انما تيجي تقول لي الافراح حلال وحرام، والربا والمعاملات البنكية مش عارف حلال وحرام، والاقتصاد ايه، سيبك من الكلام ده كله، لا تكدر علينا استمتاعنا بحياتنا الدنيا. ويقعد بقى يفلسف لك يقول لك مفيش سنة، ويقعد يعمل ايه. هو الحقيقة مش قضية اللي هو عايز يصل الى الحق، هو عايز يبرر استمتاعه بالدنيا بدون تنغيص، محدش يجي يقول له حلال وحرام، فبيبتكر فكرة من عنده ان الدين خلاص ده بتاع بينك وبين ربنا، والدين لا دخل له بالحياة، فاستمر بقى ايه، عيش بقى حياتك. كذلك اهل الشرك، لانهم متعوا وربنا انعم عليهم بالعافية والاموال وغير ذلك من متع الحياة الدنيا، وواضح ان الموضوع ده مستمر معهم، لان ربنا قال ولكن متعتهم وآباءهم، يعني العملية مستمرة، آباءهم كانوا في خير ونعيم وبرضو امتد هذا النعيم إليهم، فهم بقى ارتضوا بصورة معينة من التعبد عشان يرضوا ضمائرهم، لكن هذه الصورة للأسف صورة شركية، وقعوا في الشرك الأكبر لأنهم اتخذوا أولياء من دون الله. ولكن ما تحذروا يا أخوانا، لما ربنا يفتح لك الدنيا تبقى خايف. هو حرام يعني؟ لا مش حرام، ولكن احذر، لان كثير ضلوا بسبب ان فتحت لهم الدنيا. هو كان في حاله، هو راجل غلبان. ساعات انا كده شخصيا بشوف كده واحد كان في حاله قوي، فعمل فيديوهات واتشهر، كان عنده بس وصل مثلا عنده 50 سنة، فبدا يتشهر ويعمل اعلانات مخالفه، ياخد فلوس على الاعلانات ويعمل بقى ويطلع مع مش عارف متبرجين متبرجات مثلا في البرامج. هو كان إلى هذه اللحظة قبل ما يتشهر كان ممكن يكون في خير مع الله عز وجل، فتحت له بقى الدنيا وهو كان راضي بحاله، بس خلاص فتحت الدنيا فوقع بقى في المحرمات الكثيرة. ممكن في يعني 10 سنين جاب سيئات أكتر من اللي جابه طول عمره، فتحت له الدنيا وعايز بقى يراضي الناس ويجيب كلام عشان يجيب مثلا مشاهدات أكتر، فبيثير البلبلة أكتر، فيقول معلومات مغلوطة أكتر، مهم ايه، المشاهدات تكتر في الاعلانات تكتر وهكذا. فاحذروا يا اخوانا من الاستمتاع بالدنيا، ان استمتعت بها في الحلال فالحمد لله، لكن ان اوقعتك في الحرام فاعلم انها فتنة. ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر. ايه هو الذكر؟ قال العلماء ما جاءت به الرسل من الدعوة الى التوحيد والعمل الصالح، هو ده الذكر. فنسوا بقى اللي جه به الانبياء واختلقوا دينا من عندهم، حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. يعني بورا؟ يعني هلك لا خير فيهم، جاي من الارض البواض،
يقول لك ارض بور، بور يعني ما مش هتنفع للزراعه، لا خير فيها. فبور يعني قوم خلاص هلكوا لانهم ضلوا الطريق وما اتبعوش ما جاءت به الرسل. فيرجع ربنا بقى يخاطب هؤلاء المشركين بعد ما تبرأت منهم المعبودات التي عبدت بدون رضاها، فقد كذبوكم بما تقولون. شلت اللي قلت احنا دول شفعاؤنا عند الله، ودول الناس الصالحة اللي هتوصلنا لربنا، فاحنا بندعوها ونرجوها املا اللي تقربنا من رب. شلت اللي قلت كده اهم تبرأوا منكم اهو، فقد كذبوكم بما تقولون، اللي انتوا قلتوه كله كذب. انت لما تيجي واحد من اللي بتوع بدد يا بدوي يقول لك لا ما دول شفعاؤنا عند الله، بصرف النظر يعني ان بدوي رجل نتصور انهم رجال صالحون كلهم، هيتبرأ منك يوم يقول لك ما قلتش كده ولا دعيتك الى كده ولا وصيت بكده، لان انا اعلى من هذا من الشرك، ازاي اوصيك بحاجه من الشرك؟ فقد كذبوا. وده على فكره نوع من التبكيت والالام المعنويه او التعذيب المعنوي. اصل هو ربنا بيسال المعبود، هو ربنا لا يعلم، ولكن من اجل تيئيس المشركين من محاوله الفرار او الجدال، اهو قدامكم وسامعين انهم تبرأوا منكم، فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. يعني صرفا يعني لا تستطيعون ان تصرفوا العذاب عنكم، ولا نصر يعني لا تستطيعون ان تنصروا انفسكم من عذاب الله. خلاص العذاب وقع عليكم، لا تقدروا تصرفوه ولا تنصروا انفسكم من هذا العذاب، وقع عليكم لا محاله. فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. ثم بقى جاء الخطاب للمؤمنين كقاعده بقى مستفاده، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. يبقى خلي بالكم يا مؤمنين، هنا الظلم المقصود به في السياق الشرك. الا الشرك اعظم ما عصي به الله الشرك بالله. وبقالي كام يوم كده على الفيسبوك الجرائد او الصفحات بتاعه الصحف عماله تجيب المقامات وافتتاحات المساجد، يقول لك لا مكان لقدم عند ايه مقام السيده زينب ومش عارف ايه، والناس قاعده بقى حاطه ايديها على المقام والكلام ده، وهو والعياذ بالله يعني انا مش سامع بيقولوا ايه، بس هذا توطئه للوقوع في الشرك. بعد كده بقى هيقول لي طب ابني عيان، طب انا ابني في الثانويه العامه، طب انا عندي عاهه مستديمه، طب مش عارف ايه. طب يا اخوانا ما هو اسال ربنا عز وجل، ده من الشرك، والزنا والقتل والسرقه كله ده شيء، والشرك بالله شيء. لو دعوت غير الله اشركت الشرك الاكبر، لو اعظم معصيه يعصى بها الله عز وجل. ومن يظلم منكم اي بالشرك نذقه عذابا كبيرا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.